تتابع الأجهزة الأمنية الرسمية تحقيقاتها في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب من خلال تحليل البصمات التي رفعت من محيط مكتبه، إلى جانب العمل على مستوى الدي ان اي ومتابعة أشرطة كاميرات المراقبة الموجودة في المحيط. والمعطيات التي توفرت حتى الساعة بحسب حرب تحتاج إلى إقرانها بتسليم داتا الاتصالات أو بالأحرى حركة هذه الاتصالات وليس مضمونها، وهذا ما لا يتعارض مع القانون كما يدعي أطراف في الحكومة وفق قوله. اكتشفوا العدة اللي كان عم يستعملها اللي عم بيفجر الأساسور المصعد، اللي هو يتبين فيها معلومة ورقة تتضمن رقم يعود لسيارة شخص، وهذا الشخص تبين عرف من هو وطلب انه يحضر للتحقيق. طبعا لانه مش ضروري يجي كمدعى عليه، لانه تيشوفوا شو ليه رقم موتور سيارته موجود في مكان الجريمه. رفض المجيء بحجه انه هو مسؤول في حزب الله، وبالتالي ما في يجي على يعطي افادته امام السلطه القضائيه وامام اجهزه التحقيق المولجه للتحقيق. وبسبب عدم تسليم المتهمين وعدم تسليم داتا الاتصالات وبسبب موقف حزب الله الأخير لناحية رفضه مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، يتابع حرب ارتأينا تعليق مشاركتنا في الحوار. نحن فينا نطلع على طاولة الحوار نحن وكأنه ما في شيء بالبلد، ونحن حياتنا بالخطر وحياة الناس بالخطر، وما عندنا رغبة نوقف الحوار. مش هناك قلنا نحن منعلق مشاركتنا بالحوار، ما قلنا بدنا نعطي الحوار. ولكن هل تعتبر يعني هذا القرار هو بمثابة رسالة إلى رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية من رأينا، رئيس الجمهورية مجلس وزراء أخذ الرأي اللي أنا بقاله هلا. طلب من الأكثرية في الحكومة من مجلس وزراء إنه يتخذ قرار بإعطاء الداتا لبعد شبهة عن الحكومة، إلا أنه مجلس وزراء بأكثريته رفض الأمر. نحن بنعتبر هذا الموقف يعزز ويدعم موقف رئيس الجمهورية، مش موجه ضد رئيس الجمهورية، بالعكس. ويذكر حرب أخيرا بأن الفريق الآخر هو من عطل الحوار سابقا واليوم لا يتعاون مع الأجهزة الأمنية ويريد تنفيذ إرادته لا غير.